انطلق عبد العزيز معه 40 من رجاله، ومعهم 40 ذلولاً و30 بندقية وبعض المال والزاد، واتجه جنوباً إلى النجرة شمال غرب الأحساء، وهنا انضم له ما يزيد عن 1400 مقاتل من قبائل تلك المنطقة، واتجه بهم إلى حفر العتش، وأرسل الطلائع للرياض تتحرى عن مدى إمكانية تنفيذ الهجوم على أن يلتقي بهم حين عودتهم في الحفائر. تزامن انطلاق الملك عبد العزيز مع أواخر فصل الصيف، وبالتالي فقد كانت الظروف المناخية غاية في الصعوبة من ناحية التحرك أو من ناحية التزود بالمؤن اللازمة. خرج عبد العزيز من الكويت في ربيع الآخر من عام 1319 للهجرة، ومعه 40 رجلاً، واتجه جنوباً إلى العيينة، عيينة كنهر في وادي المياه في منطقة النجرة الشمال غرب الأحساء، وكان الوقت وقت الصيف. يقول الشاعر العوني: نادر حرارا يوم تمت سبقة، حمل هدد بالقيض قبل وجابها. حين أرسل الملك عبد العزيز طلائع للرياض للتحري عن إمكانية الدخول إلى الرياض، عادوا إليه وأخبروه بعدم مناسبة الوقت. سلك الملك عبد العزيز ومن معه من رجال درب الكنهري حتى وصل إلى حفر العتش، ثم أرسل الطلائع إلى الرياض لجمع المعلومات والتحري عن مدى إمكانية الهجوم، وواعدهم على ماء الحفائر، وهنالك عادت له الطلائع تخبره بعدم مناسبة الوقت للهجوم لاستعادة الرياض. وفي ذلك يقول الشاعر العوني: قاده حط العارض عن يمينه، شرب الحفائر والسبور حزابها، ومن بعد ما جوه السبور وشوشت من دون مقصود المرام مسابها. لم تكن الأخبار المنقولة للملك عبد العزيز عن عدم مناسبة الوقت لدخول الرياض إلا محفزاً له لابتكار خطة واستراتيجية جديدة، فقد ركز على أهمية الاستقرار والتزود بالموارد اللازمة التي تساعده ورجاله لحين الوصول للوقت المناسب. وقد كان جنوب شرق الدوادمي وشمال غرب القويعية من المواقع التي تزود بها وغنم هو ورجاله ما يكفيهم لمواصلة المهمة.